أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة، أعزائي المشاهدين والمتابعين، في درس جديد في مادة الضوء الفيزيائي. هذا الدرس الجديد اليوم سوف أتناول فيه بنية الموجة الضوئية. تكلمنا سابقا، قلنا أن الضوء مر بعدة نظريات، طبعا آخرها هي النظرية التي تجمع بين الموجة والمادة، يعني أوند كوربسكولار، يعني الضوء بالحق هو أحيانا في بعض التطبيقات وفي بعض الأحيان في بعض الأوساط يعني تكون الطبيعة الموجية هي الغالبة، بينما في تطبيقات أخرى تكون الطبيعة الجسيمية هي الغالبة. اليوم سوف نتكلم، عندما نتكلم عن الضوء أنه موجة، ما هي هذه الموجة؟ مما تتكون الموجة؟ فعامة الناس وكثير من يعني المتعلمين اللي يكونوا مش متخصصين كثير، لما تقول الموجة هو يعرف مثلا الموجة المادية، موجة المياه مثلا، أمواج مثلا الحرارة، الأمواج الصوتية إلى آخره. ولكن الأمواج الضوء كموجة أو الموجة الضوئية قليل من يعني يتخيلها أو يستوعبها، لأنها لا ترى بالعين المجردة وليس لها يعني ظواهر هكذا ملموسة. إذن قبل أن أبدأ يجب أن نفرق بين الموجة الضوئية والأمواج الأخرى المادية. فالأمواج مثلا الماء هو موجة مادية، وهي عبارة عن اهتزاز لجزيئات الماء أو الكتل المادية للماء، يعني جزيئات أو أجزاء صغيرة جدا. لما نتكلم مثلا على الحرارة، هي أيضا هو عبارة عن اهتزاز في الهواء مثلا، ولا في المادة بصفة عامة، سواء كانت يعني سائلة أو غازية أو صلبة. بالنسبة للصوت، فأنا الآن مثلا أتكلم، فكيف يصل الصوت إلى الميكروفون؟ فأنا عندما أتكلم أحدث اهتزاز في هذا الوسط اللي هو الهواء، اللي تكون من الأكسجين، أزوت وغازات أخرى، فيتحرك على شكل موجات، فيحدث اهتزاز في الميكروفون، وبالتالي تنتقل يتشكل على هذا الصوت، يتشكل طبعا على شكل يعني سينيال إشارة كهربائية، ثم تتحول يعني بتقنيات أخرى إلى صوت. إذا لو مثلا حتى يعني نفسر أكثر، لو مثلا نفرغ هذه الغرفة أو هذا المكتب اللي راني موجود فيه أنا، نفرغه من الهواء نهائيا نهائيا، فإن الصوت لن يصل إليكم وإلى المستقبل. بينما عندما أرسل إشارة في هذه الغرفة المفرغة من الهواء، فإن الضوء سينتقل عكس الصوت أو أمواج أخرى مادية. إذن فالضوء يختلف عليه. الآن هذا ما سأفصله يعني في هذا الدرس، سأفصله طبعا بشكل مبسط. هذا إذا دائما أعطي يعني معلوماتي الشخصية وخصوصا الإيميل لمن أراد أن يتواصل معي. الدرس هذا هو يدخل في مادة الضوء الفيزيائي أو الضوء بصفة عامة، الأوبتيك ولا لوميير، اللي هو مقرر عادة في الجامعات الجزائرية وحتى جامعات يعني أجنبية، هو مقرر لطلبة الليسانس المسجلين دائما في العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. أيضا هذا الموقع موقع شخصي على الإنترنت، فيه بعض الدروس الخاصة بطلبة الماستر وطلبة الليسانس وحتى بعض الأمور لطلبة الدكتوراه. عنوان درس اليوم هو Structure de l'onde lumineuse، يعني تركيب أو مما تتكون الموجة الضوئية. أه
اولا اتكلم على لا ناتور دو لونفيرونمنت، يعني الطبيعه، طبيعه الموجه الضوئيه. الموجه الضوئيه في الحقيقه هي موجه كهرومغناطيسيه كما قلنا سابقا. دونك لونفيرونمنت سي اون اوند الكترومغنيتيك، هي موجه كهرومغناطيسيه. تخضع دونك تخضع لمعادله معادله دالمبير. دالمبير معناتها هي الحقيقه مكونه من حقلين، حقل شعاعي، حقلين شعاعيين متعامدين. وش هما الحقلين هذو؟ هو حقل كهربائي نرمز له بالرمز او وفوقه شعاع لاساس انه شعاع ما، ويخضع ولا تابع لاحداثيات مكانيه واحداثيات زمنيه. اذا ار هذه هي الاحداثيات المكانيه، والتي هو الزمن. وحقل اخر اللي هو الحقل المغناطيسي نرمز له ب بي ماجيسكول، ايضا يخضع لاحداثيات الزمنيه واحداثيات المكانيه. هذ الحقلين، الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي، يحققان معادله دالمبير، ليكواسيون دو دالمبير. طبعا دالمبير هنا الدي هذه راهو جزء، راهو حرف للاسم، اسم علم هذا، لاسم الشخص. يعني ماهوش الآ هو، ماهوش ألامبير، هو دالامبير كله هو اسم، لأن اسم هذا الشخص وهذه الصورة تاعو على كل حال هي مرسومة فقط لأنه عاش في القرن الثامن عشر في هذه الفترة من 1783 إلى ألف و... من 1700 عفوا من 1717 إلى 1783، واسمه جون لوران دالامبير. هو عالم فرنسي، يعني اشتغل بالرياضيات وبالفلسفة، معروف يعني بالموسوعة تاعو تاع الفنون والحرف في المجتمع، يعني في الأوساط العلمية وحتى الأوساط يعني الثقافية. فهاي معادلات دالمبير. إذا قلنا الحقل المغناطيسي، عفوا الحقل المغناطيسي والحقل الكهربائي يحققان معادلة دالمبير. دالمبير واش تقول؟ تقول أي موجة، سواء حقل مغناطيسي أو كهربائي، أي موجة في الحقيقة هي تحقق المعادلة هذه. الحد هذا هو لابلاسيان نتاع الحقل هذا نتاع الشعاع، لابلاسيان نتاع الشعاع الموجه لابلاسيان. نزيد نقص منه الحد هذا اللي هو لا ديريفي سكوند، المشتق الثاني في الزمن بالنسبه للحقل، نقسمه على مربع السرعه، سرعه الموجه، يعطيني صفر. معادله نفس المعادله ايضا محققه بالنسبه للبي، بالنسبه للحقل المغناطيسي. لما نقول هذه المعادلات تاع دالمبير في الحقيقه راهي صالحه في دون ان ميليو ترانسبارون هوموجين اي ازوتروب. اذا كاينه ثلاث شروط، لازم يكون ترانسبارون الحقل هذا، عفوا لو ميليو يعني الوسط اللي تنتشر فيه الموجه، لازم يكون ترانسبارون يعني شفاف، ويكون هوموجين يعني متجانس، ويكون ازوتروب. واش معناتها هذا الثلاث شروط؟ لو ميليو ترونسبارون معناتها يكون لو فيد مثلا، الهواء ولا الماء الى اخره، الزجاج الى اخره، هذه معناتها ترونسبارون. يكون ميليو هوموجين واش معناتها؟ معناتها ميم انديس دو ريفراكسيون. طبعا هوموجين كنترجمو نقولو متجانس، ولكن حنا دائما ما نكتفيوش بالترجمه، لان لازم نعرفوا التعريف العلمي. التعريف العلمي لما نقول وسط متجانس معناتها عنده نفس قرينه الانكسار، مش معناتها في مكان قرينه الانكسار عندها قيمه وفي مكان اخر عندها قيمه اخرى، هذا يعتبر غير متجانس. لو ميليو ايزوتروب واش معناتها؟ معناتها ميم بروبريتي دون توت لي ديريكسيون، معناتها عنده نفس الخصائص في جميع الاتجاهات. واش معناتها؟ لما نروح لليمين عنده خصائص معينه، لما نروح لليسار عنده خصائص اخرى، لما نروح للفوق خصائص معينه، للتحت لا، لازم في جميع الاتجاهات تكون عنده نفس الخصائص، هذا معناتها ايزوتروب. اذا كنت تحقق لي انا الشروط هذه في لو ميليو، في الميليو اللي راني فيه هنا، في الوسط اللي راني فيه، تحقق هذه الشروط، فإن في هذه الحالة تكون معادلة دالمبير صالحة، سينا ما تكونش صالحة. إينون ديمينوز مونوكروماتيك، لو عندنا موجة يعني ضوئية مونوكروماتيك وحيدة اللون، ممكن نقول وحيدة اللون معناتها عندها اون سيل فريكونس، هذا هو معناتها المونوكروماتيك. في الحقيقة التعريف تاعها شو هو؟ سيتي لوند دو لا ديبوندونس تمبوريل اي سينوزويدال، تكون العلاقه تاعها بالزمن هي في الحق علاقه جيبيه. في هذه الحاله
نقدر نكتب الشان إلكتريك بهذه العبارة. الشان إلكتريك E هو يساوي في الحقيقة قيمة ثابتة الأولى اللي هو E زيرو، تكون تابعة فقط للإحداثيات المكانية في كوسينوس، في جيب تمام كوسينوس نتاع زاوية، الزاوية هذه في الحقيقة هي أوميجا تي ناقص كا ار، برودوس كا ار هذو تاع لي دو فيكتور تاع الكا وتاع الار. الحد الأول هذا هو يعبر عن الاهتزاز في الزمن، النبض مضروب في التي، والحد الثاني يعتبر يعبر عن النبض أو الدورية في المكان. كما قلت سابقا الكا هذا هو لو نمبر دونت، والأوميجا هو البيلساسيون أو النبض. لما أحيانا في الحسابات نجد شوية بعض التعقيدات لما نستعمل هذه العبارة، ففي كثير من التطبيقات الحسابية على كل حال نستعمل عبارة أخرى اللي هي نسميها النوتاسيون كومبلكس، يعني التعبير أو العبارة باستعمال الأعداد المركبة. فلو شون إلكتريك نكتبه بهذه الطريقة، E هو يساوي في الحقيقة ثابت الـ E0 في إكسبونسيال، يعني الأسية نتاع قيمة هذه اللي هي E مضروبة في هذه الزاوية، نفس الزاوية اللي كنت نتكلم عليها. الـ E هذه هو العدد المركب اللي هو المربع تاعو يساوي ناقص واحد، معروف على كل حال الطلبة المتخصصين يعرفوا هذا الأمر. نقدر نستنتج الحق المغناطيسي من الحق الكهربائي، دونك لو بي هذا سوديدوي دو شون الكتريك بار لا رولاسيون هادي. واش ندير؟ نجيب الحق الكهربائي الاو عبارة الحق الكهربائي وندير لها لو برودوي فيكتوريال، الضرب الشعاعي مع لو فيكتور دونت كا، اذا كا فيكتوريال E ديفيزي بار أوميجا يعطيني لو شان مانيتيك. هاني استنتجت عندي لو شان إلكتريك منه خرجت. إذا لو شان إلكتريك يقدر يولد لنا الحقل المغناطيسي، والعكس أيضا نقدر من الحقل المغناطيسي نستخرج، إذا كلاهما يولد الآخر. كما قلت لو برودوي فيكتوريال هذا هو شعاع، ضرب شعاع يعطينا شعاع، وهذه البرودوي فيكتوريال والبرودوي سكالير دونك الطلبه دائما يدرسون عاده في السنه الاولى في الحسابات الشعاعيه، حساب يعني الشعاع يعني الاشعه وضرب الاشعه والخير، فما راحش نفصل فيهم. لو ار هذا كما قلت هو اللي هو الاحداثيات المكانية، لو ار يسموه شعاع عادة شعاع الموضع لو فيكتور بوزيسيون شعاع الموضع. نقدر نكتبه ايضا بدلالة بالاحداثيات الكارتيزية اللي هو اكس اي، والاي هذه هي شعاع الوحدة على المحور اكس، زائد ايكغيك جي، والجي هي شعاع الوحدة على المحور ايكغيك، زائد زد كا، والكا هو شعاع الوحدة على المحور زد، وليس كا هذا اللي هو لو فيكتور دوت. اذا الكالي هنايا يختلف على هذا الكالي، هذا لو فيكتور دوت، بينما هذا راهو شعاع الوحده على المحور زاد. الموجه الضوئيه يمكن ايضا ان تكتب بمعادله ماكسويل، وخصوصا لما نتكلم على لا بروباغاسيون، يعني انتشار الموجه، يعني كيف تنتشر الموجه. طبعا التكوين تاعها عرفناه، التكوين تاعنا هو عباره عن حقل مغناطيسي وحقل كهربائي او حقل كهربائي متعمدين. الان الانتشار ايضا قلنا تخضع لمعادله ماكسويل. معادله ماكسويل في الحقيقه تكتبها بهذا الشكل، اذا هي عباره عن اربع معادلات، يعني اربع معادلات. المعادله الاولى نقدر نكتبها بهذا الشكل او بهذا الشكل، يعني هي لا ديفيرجنس de E, la divergence du champ électrique, هو يساوي رو ديفيزي بار إبسيلون زيرو، هذه تسمى ماكسويل غوس، ورو هنايا هي الكثافة، طبعا كثافة الشحنات وليس كثافة المادة، إبسيلون زيرو هو السماحية، عفوا،
ابسيلون زيرو هو هو سماحية الفراغ. المعادلة الثانية هي هي روت عفوا المعادلة الثانية هي لا ديفيرجنس دو بي. ها ديفيرجنس دو بي تاع لو شان ماغنيتيك ايكال زيرو. هذه تسمى ماكسويل فلوك، يعني معناتها لا ديفيرجنس تاع لو فلو ماغنيتيك تساوي زيرو. المعادلة الثالثة هذه اللي هي تسمى أيضا ماكسويل فاراداي، اللي هي عبارة عن روتاسيونال اللي هو لو برودوي فيكتوريال بين هذا المؤثر اللي هو مؤثر المشتق بالنسبة ل طبعا شعاع الاشتقاق بالنسبة للإحداثيات المكانية لو شان إلكتريك. دونك نابلا فيكتوريال او تساوي في الحقيقه تعطينا ناقص لا ديريفي بارسيال دو شان مانيتيك بارابور تو. يعني بتعبير بسيط نقول لما ندير الروتاسيونال تاع الاو دوران لو شان مانيتيك لو شان الكتريك يعطينا لو شان لا ديريفي، يعطينا عبارة هو عبارة عن مشتق الحق المغناطيسي بالنسبة للزمن. لاحظ العلاقات هذه دائما، إذا الفكرة الكلية هو علاقة البي بالأ، دائما عندهم علاقات بعض مرتبطين ارتباط بعض بعضها. المعادلة هذه الأخيرة اللي هو تسمى ماكسويل أمبير، هي عبروا عليها ب روتاسيونال دو بي أو دوران بي، في الحقيقة يعطينا هذه العبارة اللي هي عبارة عن حدين. الحد الاول هو مي زيرو جي، وجي هو كثافة التيار، زائد واحد على سي مربع، والسي هي سرعة الضوء، في المشتق الحق الكهربائي بالنسبة للزمن. يعني بتعبير بسيط هنا نقدر من البي نكون الاو، وهنا نقدر من الأ نكون البي، والعكس أيضا صحيح. هذه الصورة طبعا لماكسويل. الآن نزيد نوضح أكثر كيفية تكوين البي من الأ والأ من البي. هذه الصورة عيتوبيًا يعني ربما بشكل أوضح، فاللي باللون الأزرق هو الحق الكهربائي، وباللون الأحمر هو الحق المغناطيسي. إذن البي يكون لي الاو والاو يكون لي البي، وهكذا تنتشر الموجة في سواء في الفراغ او في الاوساط المختلفة. اذا كان ربما الامر غير واضح نوعا ما، ممكن هنا اذا كان الامر غير واضح ممكن هنا نزيد نشرح اكثر هكا باش نفهمو. فاذا كان مثلا هذا حق مغناطيس كهربائي وهذا حق مغناطيسي، فوجود الحق المغناطيسي منه يقدر يتكون حق كهربائي. الحق الكهربائي هذا اللي متكون ايضا يزيد يكون لي حق مغناطيسي، هذا المغناطيسي الاخر يزيد يكون لي ايضا، وهكذا تنتشر الموجة الكهرومغناطيسية اللي هي الموجة الضوئية، تنتشر بدون وسط، يعني لا تحتاج إلى وسط، عكس ما كان يعني قديما كانوا يعتقدوا أن انتشار الموجة الضوئية هي تحتاج إلى وسط، أو الكهرومغناطيسية بصفة عامة يعني بما فيها الضوء تحتاج إلى وسط، وسمي الوسط هو الأثير. إذا الآن في الحقيقة الموجة الكهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط، سواء أثير أو غير أثير، بالعكس الوسط وجود الوسط هو يأثر لها فقط على سرعتها، كما درسنا في الدرس السابق اللي قلنا أكبر سرعة للضوء هي السرعة في الفراغ اللي هي سي، اللي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية، بينما لما تنتشر في الماء أو في الزجاج أو في الديامة أو في البنزين إلى آخره، فنتيجة هذه قرينة الانكسار راح تتغير السرعة وليس لا فريكونس. هذه دائما نأكد عليها، لا فريكونس هو ثابت
اللي هو التواتر، اللي هو مسؤول عن اللون. إذن نواصل في هذا الدرس. إذا قلنا هذا انتشار الموجة، الآن نتكلم على لي تيب ديزونت، يعني الأنواع تاع الأمواج، الأمواج الضوئية. عادة ما نسمع يقولوا مثلا أوند سفيريك ولا أوند بلان، معناتها الموجة السفيريك يعني الكروية، أو الموجة المستوية. لوند سفيريك في الحقيقة سيتي نوند دون لو فخون دوند دون سون ديسفير. جبهة الموجة تكون عبارة عن كرة أو كرات في الحقيقة. بينما لوند بلان هي سيتي نوند دون لو فخون دوند سون دي بلان انفيني، اللي تكون جبهة الموجة تاعها عبارة عن مستويات لا نهائية. توت بيربونديكولار سواء يعني في الحقيقه سواء السفيريك او البلان هما يكونوا متعامدين بيربونديكولار، يكونوا متعامدين مع اتجاه الانتشار. بيربونديكولار اي اون ميم ديريكسيون دو بروباغاسيون. اذا نلاحظ في هذه الصوره وفي هذا الشكل، هذا هنا المنبع الضوئي او المصدر الضوئي، يمكن يكون مصباح او شمس او اي شيء. فعندما نكون يعني بالقرب من المنبع الضوئي، نلاحظ ان الموجه هي موجه سفيريك، هي يعني كرويه. والفروندوند او جبهه الموجه يكون على شكل يعني كره يعني سفيريك. ولكن عندما نبتعد يعني بكثير جدا، تكبر هذه يعني هذه الكرات او هذه جبهة الموجة اللي هو سفيريك، يكبر يصبح نصف القطر كبير جدا. وبالتالي عند مسافات قصيرة نرى ان جبهة الموجة هي عبارة عن يعني مستوي سي دي بلان انفيني، عبارة عن مستوي لا نهائي. في هذه الحالة نقول أن الموجة هي موجة مستوية. إذا بالحق هي نفسها، فقط لما نكون قريبين فهو لوند، هي لوند سفيريك. ونكون لما نبتعد عن المصدر يكون الموجة هي موجة مستوية. وفي كل الحالات يكون الاتجاه اللوند ديريكسيون دو بروباغاسيون، يعني اتجاه الانتشار، يكون عمودي على سطح الموجة. هذه في الحقيقة هي مقدمة للدرس يعني القادم إن شاء الله، سوف نفصل فيه وسوف يعني نتعرض على كيفية حساب الشدة الضوئية أو الإضاءة، أو ما نسميه باللغة الأجنبية الكليرمون. شكرا على حسن انتباهكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله.